يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه كفارة قتل فهل له أن يصوم من أثناء الشهر أم لا بد أن يكون الصيام من بداية الشهر؟ يجوز أنه يبدأ من الهلال، ويجوز أنه يبدأ من أثناء الشهر. فإن بدأ من الهلال يصوم بالأهلة إذا كان يرى الهلال، يرى الهلال. أما إذا صام من أثناء الشهر فهو يصوم بالعدد 60 يوم. نعم.